حذر صندوق النقد الدولي من التداعيات الخطيرة للتغيرات المناخية على عدة دول إفريقية، واعتبر الصندوق أن هذه التداعيات تزيد من مشاكل عدد كبير من دول إفريقيا صعوبة، خاصة مع ما تواجهه هذه الدول أصلا من مشاكل اقتصادية واجتماعية عميقة. تفاصيل أوفى في تقرير كوثر حمومي وهذه الشاشة التفاعلية. أهلا بكم. تواجه البلدان الهشة في القارة الإفريقية وغيرها تحديات ضخمة بسبب تغير المناخ، والذي يؤثر بشكل كبير على الجانب الاقتصادي لهذه الدول، في الوقت الذي تعرقل فيه الصراعات المسلحة أي جهود لإدارة مخاطر هذه الأزمة. صندوق النقد الدولي نشر تقريرا مفصلا أكد فيه أن التغير المناخي بات يهدد بتأجيج النزاعات في هذه البلدان وزيادة عدد ضحاياها. فعلى الرغم من أن المشاكل المناخية بحسب المؤسسة المالية الدولية قد لا تكون سببا مباشرا في حدوث النزاعات، إلا أنها تؤدي إلى تفاقمها بالنظر إلى ما تتسبب فيه من آفات اجتماعية واقتصادية مثل الجوع والفقر والنزوح. وبحسب التقرير فإن الدول الهشة والتي تضم أكثر من مليار نسمة و43% من فقراء العالم تتأثر بكوارث تغير المناخ أكثر من غيرها من البلدان الأخرى بثلاث مرات على الأقل، على الرغم من أنها الأقل إسهاما في الانبعاثات الكربونية. فبحسب الأرقام الرسمية فبلدان القارة السمراء لا تساهم إلا ب3% فقط من انبعاثات الكربون العالمية، والتي تعتبر الدول المصنعة المسؤولة تاريخيا عنها، وعلى رأسها أمريكا وأوروبا والصين والهند. فكوارث التغير المناخي كالفيضانات والجفاف والعواصف التي تشهدها البلدان الفقيرة انطلاقا من جمهورية إفريقيا الوسطى مرورا بالصومال والسودان تتسبب في ارتفاع معدلات النزوح، والتي تتجاوز ضعف أعداد النازحين بفعل الكوارث الطبيعية في البلدان الأخرى. كما أن التغير المناخي يتسبب في تكاليف مرهقة لاقتصادات هذه الدول، حيث تصل الخسائر التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول إلى 4% بعد كل كارثة طبيعية تعيشها هذه الدول، فيما لا تتعدى هذه الخسائر في الناتج الإجمالي لباقي البلدان 1%. فيما يؤدي الجفاف مثلا في الدول الهشة إلى خفض حصة الفرد من الناتج الإجمالي بنسبة 0.2% سنويا، يعني أن متوسط دخل المواطن في هذه البلدان سينخفض بشكل أكبر مما هو عليه الحال في باقي البلدان. تقرير صندوق النقد الدولي يأتي تمهيدا للقمة الإفريقية الأولى للمناخ التي من المنتظر أن تنعقد الأسبوع المقبل في نيروبي بكينيا، قمة تهدف إلى بحث التحديات المناخية الملحة التي تواجه القارة واقتراح الحلول للتخفيف من تداعياتها، إضافة إلى التركيز على كيفية تمويل الأولويات البيئية في دول القارة السمراء. إلى اللقاء.